بشرى سارة من منظمة الصحة العالمية. أعلن مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانس جلوغر الأحد أن المتحضر أوميكرون الذي قد تصيب 60% من الأوروبيين بحلول مارس أطلقت مرحلة جديدة من وباء كوفيد في المنطقة، وقد تقرب الأزمة الصحية من النهاية. قال جلوغ لوكالة فرانس بريس: من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء، لكنه حض على الحذر من واقع تغير الفيروس. أضاف: حين تهدأ موجة أوميكرون ستكون هناك مناعة جماعية مدى أسابيع، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم. لكن المسؤول أكد أننا لسنا في مرحلة مرض متوطن.